إن سيناء أمانة غالية في أعناقنا جميعاً نحن المصريين، استعدناها بثمن مرتفع وقدمنا من أجلها تضحيات جليلة، وبات علينا واجب تعميرها وتنميتها بما يتناسب مع طموحنا العظيم لوطننا، وهو ما بدأنا فيه بالفعل بحجم أعمال لم تشهده من قبل، فتم إنفاق مئات المليارات من الجنيهات، وهو إنفاق مهما زاد لا يعوضنا قطرة دم من دماء أبنائنا الطاهرة التي سالت فوق هذه الأرض الغالية، سواء لاستردادها من الاحتلال أو تطهيرها من الإرهاب، وهي الحرب الأخيرة التي امتدت أكثر من 10 سنوات كاملة